واحد بيقول زوجتي تركتني منذ 11 عاما. كويس انه افتكرها بعد 11 عام يعني. الراجل ذاكرته قوية. كويس افتكر ان ليه زوجة. بيقول وسافرت لأقاربها ولم تعد حتى الآن. وأرسلت لها رسالة مع أحد الآباء الكهنة ولم توافق، فماذا أفعل؟ لازم تعرف أول ما تركتك علشان إيه؟ إيه السبب؟ لأن السبب ده متركز في نفسيتها وفي عقلها ومش مخليها ترجع، وغالبا بسبب أخطائك. ما فيش زوجة بتترك زوجها 11 عام إلا لو كان هو ما بيعملهاش معاملة طيبة. مش حكاية إنك ترسل ليها مع أحد الآباء الكهنة. اذكر من أين سقطت وتب.